أطلق المركز اليسوعي دورة ثانية تحمل عنوان لاهوت الأيقونة، وهو من سلسلة لقاءات برنامج الدراسات الكتابية واللاهوتية الذي نظمه المركز بالتعاون مع مطرانية اللاتين في الأردن. وقد قدم هذه الدورة الأستاذ إيليا مدانات المتخصص في فن كتابة الأيقونات والحاصل على درجة الماجستير من اليونان. ومن خلال هذه الدورة تم توضيح الأسس اللاهوتية التي تتضمنها بعض الأيقونات مع توضيح المبادئ الصحيحة والرموز المستخدمة في كتابة الأيقونات. على عكس ذلك بحاول أنه يقرب الشكل تبعه أو شخصيته وبيهتم بصورته الخالدة، كيف راح يكون هو بعد ما تقدس هذا الشخص.